وصل حديثا ولأول مرة لدى شركة العريمان جهاز أجاكس تروبيك والمتخصص بالكشف عن الكنوز الذهبية بالنظام الحديث والذكي الخاص بتمييز معدن الذهب. قطع الجهاز: الوحدة الرئيسية، طبق البحث من نوع EFM، عصي الجهاز ومسند الذراع، الشاحن، براغي التثبيت، بطارية الباور بانك، والسماعة، وكفالة مصنعية لغاية 3 سنوات. راح نتعرف مع بعض على جهاز أجاكس تروبيك. إعدادات الجهاز: شاشة العرض، الصوت، اللغة، طبعا الجهاز مع 6 لغات بالإضافة إلى اللغة العربية، الوقت، إعادة ضبط المصنع، وبيانات الجهاز. راح نتعرف مع بعض على أنظمة EFM. طبعا الجهاز متوفر فيه 3 أنظمة. وأعدادات الجهاز: المعايرة الأرضية السهلة والسريعة، تم معايرة الجهاز، التحكم الكامل بالحساسية، وإلغاء معدن الحديد، والنغمات الخاصة بالمعادن الثمينة. تجربة عملية على جهاز أجاكس تروبيك. راح نبدأ التجربة بالنظام المسح السريع: تمرير معدن الذهب، معادن ثمينة، تمرير معدن الحديد، معادن غير ثمينة. التجربة الثانية راح تكون على النظام الرسم البياني. راح نسوي تجربة الحين: تمرير معدن الذهب، معدن قيم، تمرير معدن الحديد، معدن غير قيم. تجربة الآن على نظام التمييز: تمرير معدن الذهب، تمييز مباشر عن طريق الشاشة، تمرير معدن الحديد، تمييز مباشر معدن غير ثمين. للطلب والاستفسار التواصل المباشر مع قسم المبيعات لدى شركة العريمان. حياكم الله.